الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون. الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير. السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت واسير. الحلزونة انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. معقولي اسمعكم اخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر؟ هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. والسنونو وادي الحلزونة، يبقوا كل على بعضه 35 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه، قلت إيه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، أنت كده بتربي سمول. أبيع نفسي لأول مشتري آتي، أبيع مقهوراً حبيباتي وكلماتي. حلوة أوي أبيع نفسي دي، ناخدها وإديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار أبياتي، الشعر شعري والمأساة مأساتي. حلوة أوي برضه فليسقط الشعر دي. احنا ناخدهم الاثنين شروا 75 جنيه ونرجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنونة؟ عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ ان الرضا في القلب. معروف، مش هنقعد هنا بقى طول الليل. راجع بقى الحلزونة وحساب السحرة بعد. الكتاب طلع من المطبعة يا باشا، طباعة زي الفل. هتلاقي كمان في الظهر نبذة مختصرة كده عن تاريخك واعمالك. اعمل ايه؟ المصانع والشركات. احنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وبعدين ننزل السوق. لا، احنا نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وما ننزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري كلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبه، العيال دي بتفهم. الحلزونه جوه؟ موجوده سعادتك. طيب اشتري كل النسخه يا حسن. حاضر سعادتك. دي في حاجه؟ هو في مشكله كده سعادتك. لجنه القيم بتاعت مجلس الشعب بعت انذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعة ما بقيت نائب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جلسة، الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا ازاي لو ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسة. لا ما انا ممكن احضر وما اطلعش برضه في التلفزيون. الاستاذ ممدوح نصر. مين؟ الاستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين جلسات مجلس الشعب، قاعد في مكتبي بره شارب شاب الياسمين وكيفه قوي يا باشا. سيد الرئيس، لقد بلغ الفساد مبلغا لا يمكن السكوت عنه. ان القطارات التي يذهب ضحاياها بالالاف كل يوم لهو اكثر دليل على مدى الاهمال والتردي الذي وصلت اليه الامه. هناك حاله من العبث. ايوه حسن، شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بايه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدلة حلوة؟ هايلة، بس سعادتك لو تجيب الكرافتة كده شوية. كده كويس يا حسن؟ قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان أحمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الأعضاء الموقرين، أنا بس عايز أرد على الأخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية. من 4 أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياط زي الفل، ما حصلش أي حاجة، والركاب كانوا سعداء كلهم قعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها. الله، وإحنا نقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعة لا. نيجي لرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن بخمسة قروش زي الفل، ده بسكويت يا جماعة مش عيش. اتفضل يا حاجة، دوقي دوقي يا حاجة، دوق يا معلم، دوق 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 ما يهمكش. هو ايه المشكلة في ايه؟
الواد اللي بيشتري العيش ومودي لأمه بياكله قبل ما يروح بيتهم، أمه تسأله لا مليان مسامير ومليان إزاز. يا جماعة هي دي المشكلة. الإخوة الأعضاء الأيام دي ماسكين لنا في الجرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب. دي مناعة، بتدي مناعة للمواطن المصري. وانت مش ساعات بتدي مصر للبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعة يا اخوانا. الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي. امال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعة من عندنا. انت بتقولوا ايه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاي منين؟ مش جاي من الشعب المصري؟ ورايحة للشعب المصري. نيجي بقى للإخوة اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في أقسام البوليس. أنا هقول لكم على حاجة حصلت معايا أنا شخصيا. أحد العمال اللي عندي أفشوف لابنه ودوه القسم. بعد يومين ثلاثة قلت أروح أخرج الولد، رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الأرض شيل وعاملين له تورتة وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل قسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انت بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا 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 كلام فاضي. نيجي بقى للاعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي. يا اخوانا في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل باربع ايام. اشاعات ماليه البلد عن انفلونزا الطيور، دي اشاعات مغرضة. انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخة شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنية عشان ما حدش يتكلم. فرخة هي بس مجهدة شوية، انما الفرخة قدام حضراتكم اهي زي الفل. معالي الوزير والله هو كله اطرح يولع يعود يعملوا لك دوشه. ما تخصخصوا وتريحوا نفسيكم، انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوي دي كلها. سكك حديد مرجان، انا هدفع للدوله مبلغ محترم واشتري السكه الحديد، وتسيبونا بقى احنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم، احنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا فعلا. ميرسي على السلامه. انا بشكرك يا مرجان بيه. على ايه يا فندم؟ يا خبر ابيض والله ابن حلال. بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب إيه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي، العنوان حلو، عنوان صادم. هقراه وأقول لك رأيي. عن إذنك. مع السلامة يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، أحسن شاعر في مصر. فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادره اوصف لك قد ايه كنت فخوره وانت بتاخد الجايزه. بس برضو يا بابا حضرتك غلطان، ازاي كل الناس يباركولنا واحنا ما نعرفش بيباركولنا على ايه؟ وانتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو انت ما سبتلناش ولا نسخه. وبعدين يعني انا عايزه نسخه تكون ليا وعليها اهداء. وانا عاوز 20 نسخه اديهم لاصحابي. بابا انا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخه، كل النسخ نفذت. اكبر نسبه مبيعات في تاريخ الادب العربي. طب ما فيش طبعه ثانيه؟
ما احنا عملنا الطبعه الثانيه قبل الاولانيه والاثنين نفذوا برضو الحمد لله. انا بس يعني عايز اعرف حاجه، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا علاء يا بنتي ساعات كده اروح قهوه صغيره مع المهمشين والبسطاء واقعد اشعر مع روحي. العجاتي انت تعرفها؟ بروح هناك كتير احضر ندوات بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ امبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوه. طب عايز اقول لك ان احنا محضرين لك مفاجاه. ايه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعه ندوه بمناسبه حصولك على الجائزه. ندوه؟